يقول الأديب أمين معلوف في روايته التائهون إن الإفلات من العقاب لا يقل انحرافا عن الظلم، والحق يقال إنهما وجهان لعملة واحدة. وفي التيه السوري المستمر منذ 9 سنوات يجد الضحايا وذووهم اليوم منارة أمل من بلدة كوبلنز الألمانية تقول لهم إن المجرم سيحاسب ولو بعد حين. لأول مرة يقف اليوم المظلومون في مواجهة عادلة أمام الجاني، صوتهم أقوى من صوته، يدقون مسمارا جديدا في نعش قاتلهم، يكملون مسيرة قيصر وشهود الكيماوي، ينشدون قصاصا عادلا من صانع قصص مأساتهم خلف القضبان. هذه المحاكمة تشكل سابقة عالمية، وهي بداية الطريق لمن يرجون العدالة. في محورنا الثاني، شهر رمضان الكريم يأتي على السوريين في العام 10 لمأساتهم، وفي الشمال السوري تحديدا تتضاعف هذه المأساة، وهناك فصل آخر أيضا من فصول التهجير المتتالية خلال العام الفائت، ويضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي المتردي إلى المخاوف من انتشار كورونا والقيود التي فرضت على حركتهم وأعمالهم بسبب الوباء. أهلا بكم في سوريا اليوم. أهلا بكم من جديد. بدأت اليوم في ألمانيا محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة مخابرات النظام متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها التعذيب والاعتداء الجنسي، وذلك في المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا. هذا ووصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، كما وصفت هيومان رايتس ووتش الخطوة بالفاصلة بالنسبة إلى الضحايا وذويهم والمصممين على تحقيق العدالة. المزيد في هذا التقرير. من بلدة كوبلنز الألمانية ظهر النور في آخر النفق السوري المظلم منذ 9 سنوات لآلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب أو الذين ما زالوا حبيسي سجون الأسد. من تلك البلدة جاء الخبر، لن يفلت المجرم من الحساب وطريق العدالة قد بدأ. اثنان من المسؤولين السابقين في مخابرات نظام الأسد هم اليوم أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا، خطوة بدأها قبل أشهر القضاء الألماني، واليوم تعود لكن هذه المرة للحسم والبت في قضية حملت في طياتها اتهامات لشخصين كانا يعملان مع النظام، هما العقيد أنور رسلان الذي كان يتبع سابقا للفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق والمعروف بفرع أمن الخطيب، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب والاغتصاب، كما أنه متهم بتعذيب 4000 شخص قتل منهم 58 بين عامي 2011 و2012 قبل مغادرته سوريا ولجوئه إلى ألمانيا في عام 2014. إلى جانب رسلان يمثل إياد الغريب الشخص الثاني الذي وصل إلى ألمانيا في عام 2018، وهو متهم أيضا بتسهيل عمليات التعذيب التي تعرض لها ما لا يقل عن 30 سوريا تم إلقاء القبض عليهم في مظاهرة ضد نظام الأسد عام 2011. منظمة العفو الدولية قالت إن هذه المحاكمة تعتبر الأولى من نوعها، وهي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من المعتقلين، داعية باقي الدول إلى انتهاج طريق ألمانيا، والأمر ذاته تحدثت عنه هيومان رايتس ووتش، وصفة هذه الخطوة باللحظة الفاصلة بالنسبة إلى الضحايا المصممين على تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا. محاكمة نظام الأسد على جرائمه أمام العالم تأتي بعد سلسلة خطوات ضيقت الخناق عليه في الأشهر الأخيرة. من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي اتهمه بكل وضوح بتنفيذ هجمات بغازات سامة في سوريا، إلى قانون قيصر الأمريكي الذي شكل صفعة للنظام،
فهل تكون هذه المحاكمة خطوة البداية في طريق العدالة بعيداً عن محكمة الجنايات الدولية التي لم تتمكن من وضع ملف جرائم النظام أمامها بسبب عدم توقيع الأسد على نظام روما الأساسي؟ هذا فضلاً عن إحباط روسيا والصين لكل المحاولات التي بذلها مجلس الأمن لإحالة القضية إلى المحكمة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب السيد حسن النيفي الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب، ومعنا أيضا من لندن المحامي لدى مكتب جيرنيكا 37 السيد إبراهيم العلبي، ومعنا سيد أحمد بن شمسي مدير التواصل لشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش عبر سكايب من الرباط. أرحب بكم جميعا وأبدأ معك أحمد بن شمسي. العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش رحبت بهذه الخطوة وهي المحاكمة الألمانية لمجموعة من المتورطين، أين دور المنظمات الدولية من هذه القضية بالذات، قضية الإخفاء القسري في سوريا؟ وكان السوريون ينتظرون منها مواقفا أكثر شدة وأبكر حتى زمنيا من أن تقوم محكمة ألمانية بهذه المبادرة. يعني المنظمة الحقوقية تقوم بعملها ألا وهو توثيق الانتهاكات، وقمنا بالتوثيق منذ أن اندلعت الحرب، ويعني منظمات كثيرة قامت بالتوثيق وجمع أدلة واحد بعد الآخر. فيعني مثل هذه الأدلة ربما قد تستعمل في محاكمات مثل هذه، لأن دور المنظمة الحقوقية هي جمع أدلة الانتهاكات لكي عندما تتمكن العدالة، ويعني اليوم نحن في صدد التحدث عن محاكمة وهي يعني أمل، تشكل أمل كبير لتحقيق العدالة أو على الأقل بداية مسار تحقيق العدالة، فهناك حاجة كبيرة إلى الأدلة، ودورنا ودور منظمات حقوقية أخرى هي جمع مثل هذه. هل زودتم هذه المحكمة بنوع معين من الأدلة؟ نحن تابعنا هذه المحاكمة، يعني لا يمكن أن نجيب على هذا السؤال بطريقة دقيقة، لكن لدينا شراكة مع مكتب محامون يتابع المحاكمة بدقة، وطبعا نحن مستعدون بتزويد المحكمة وأي محكمة تطالب بذلك بكل الوثائق والأدلة التي جمعناها منذ 10 سنوات. موضوع عدم إجابتك بدقة سيد بن شمسي، يعني له علاقة بسرية هذه المعلومات؟ لا، له علاقة بأن المحاكمة فقط بدأت، ويعني لم ندخل في الأدوار المتقدمة منها، لذلك ربما هذا السؤال سابق لأول. نعم، يعني إذن يعني ربما يكون لكم أدوار إضافية أخرى خلال الفترة القادمة. نحن في حتى الآن نرصد التحولات ونرصدها بدقة كبيرة، وكما قلت لك لدينا شراكة مع مكتب محاماة هو كان داخل المحكمة اليوم، وسنترصد أطوار هذه المحاكمة بدقة وب يعني اهتمام بالغ. نعم، طيب كيف يمكن استثمار نتائج هذه المحكمة للذهاب ربما إلى مستويات أعلى لتحقيق العدالة والمحاسبة للسوريين مثل محكمة الجنايات الدولية؟ يا ريت، يعني كنا نتمنى أن تكون لمحكمة الجنائية الدولية دور في مسار تحقيق العدالة بالنسبة للسوريين، لكن مع شديد الأسف يعني الفيتو لروسيا وللصين حال دون ذلك، لأن في 2014 عقلت روسيا والصين جهود مجلس الأمن لمنح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بشأن الجرائم الخطيرة. لذلك يعني نعتبر أن اللجوء إلى الولاية القضائية الدولية كما هو الحال الآن في ألمانيا هو مسار مهم ومهم جدا لتحقيق العدالة، أو على الأقل لبداية مشوار تحقيق العدالة الدولية. السوريون سيد بن شمسي يسألون اليوم ما الجدوى من عمل المنظمات إذا كانت حتى الآن لم تستطع أن تدفع المجتمع الدولي للتحرك في قضية كل ما انقضى منها يوم تؤثر على حياة الموجودين داخل السجون في سوريا؟ هل تستطيع الإجابة عن هذا التساؤل لدى السوريين؟ يا سيدتي أتمنى لو كان بأيدينا يعني عصا سحرية يمكن أن تحقق العدالة بنعيشية وضحاها، لكن مسار العدالة الدولية مع شديد الأسف هو مسار معوص ولديه يعني إكراهات دبلوماسية، وهي متعلقة كذلك بطريقة الاشتغال المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية وللأمم المتحدة، وكما قلت لك تمت عرقلة دول هي عضوة في مجلس الأمن للأمم المتحدة وعضوة دامة وهي روسيا والصين للجهود لتتبع المحكمة الجنائية الدولية. لذلك يعني نتمنى لو كان الأمر أسهل، لكن هناك ميكانيزمات دولية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. طيب هناك أيضا سؤال آخر قد يتكرر وهو عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب قديما في سوريا، يعني على سبيل المثال رفعت الأسد والذي ثبت أن قام بمجموعة من الجرائم على رأس رايا الدفاع في سوريا وهو في الخارج
منذ سنوات، ولا يبدو أن هناك جهودا أممية قد كرست من أجله. يعني نحن لا نتحدث هنا عن المجرمين الذين خرجوا من سوريا فقط بعد 2011، نحن نتحدث عن ملفات قديمة لم يجري حتى الآن إثارتها. من هذا التقاعس؟ يا ريت لو كان في إمكاني الإجابة عن هذا السؤال. يعني لا يمكن أن نتحدث باسم العدالات الأوروبية، وهنا أظن أنك لا، أنا هنا أسأل عن الجهد الأممي، يعني لأن ما حدث في حماة على سبيل المثال وثق بتقارير أممية. وثق بتقارير أممية، بتقارير من Human Rights Watch، بتقارير من Amnesty، بتقارير من العديد من المنظمات الدولية. وهنا أرجع إلى سؤالك الأول، ما هو دورنا؟ دورنا هو جمع تلك الوثائق وجمع تلك الأدلة. لكن كيف ستستعمل تلك الأدلة؟ ستستعمل ونتمنى أن تستعمل قريبا أكثر من عاجلا في المسار القضاء. ولذلك طيب، الرجوع إلى المحاكمة التي بدأت اليوم هي شوط مهم ومهم جدا، لأنه يظهر أن مهما ظن الجناة أنهم سيفلتون من العقاب، لا يعني يوجد مسار مهم لعدم الإفلات من العقاب والاستعمال تلك الأدلة. طب ما هي الدول التالية التي يمكن أن يكون هناك تعاون معها من أجل إثارة ملفات كهذه؟ أولا، هذه القضية التي فتحت اليوم هي فتحت بعد جهود مشتركة بين العدالة الألمانية والعدالة الفرنسية. المحاكمة اليوم ابتدأت في ألمانيا لأن هؤلاء الشخصين تم اعتقالهم في ألمانيا، ولذلك المحاكمة يعني العدالة الألمانية هي التي بدأت هذا المشوار. لكن هناك جهود أيضا رامية إلى فتح مثل هذه المحاكمات في فرنسا وفي السويد، وربما مع تكاثر اللاجئين السوريين في بلدان أوروبية التي تطبق الولاية القضائية الدولية ستظهر حالات أخرى، ونتمنى أن تظهر حالات أخرى، وسندفع جاهدا لكي تظهر حالات أخرى. يعني نسأل الله تحقيق العدالة للسوريين. وأشكرك السيد أحمد بن شمسي، مدير التواصل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch، كنت معنا عبر سكايب من الرباط. سيد علبي، سير هذه المحكمة إلى أين وصل؟ كيف تفسر لنا قانونيا هذه المرحلة التي التقى اليوم فيها الضحية والجلاد في مكان واحد؟ طبعا هذه هي المرحلة الأولى من المحاكمة، وكأي محاكمة هناك العديد من المراحل التي تمر بها. يبدأ الادعاء بطرح قضيته، ومن ثم شهود الادعاء، ثم يقوم الدفاع بطرح قضيته واستخدام الشهود، ومن ثم تعطي المحكمة الحكم، وبعد الحكم يتم إصدار، يعني يتم الترافع بين الأطراف عن مدى الحكم ومدى ما هو الحكم الذي يجب أن يطبق في هذه القضية، وإن كانت هناك أي عوامل أخرى تزيد من شدة الحكم أو تخفف من هذه الحكم. عدد الشهود كان لافتا، كانوا أكثر من 60، أليس كذلك؟ ليس لدي معلومات عن العدد الدقيق بخصوص الشهود. هذه يعني عدد الشهود قد يتغير خلال المحكمة، ولكن من الواضح هو أن عدد السوريين الذين تقدموا بهذا البلاغ للجهات المختصة الألمانية هو عدد جيد، وبالتالي هذه سابقة أن يتقدم السوريين بمثل هذه الشكاوى إلى الشرطة، وهي خطوة أولى في كل الأحوال. ما الذي كان دافعاً أكثر لهذه المحكمة؟ العمل الفردي لهؤلاء الادعاءات الفردية أم عمل المنظمات الحقوقية، سواء الدولية كهيومان رايتس ووتش والتي كان معنا منذ قليل ممثل عنهم، أو حتى التي يعني على المستوى السوري تعمل؟ لا شك أن المنظمات السورية الحقوقية أكاد أجزم أنها لها الدور الأهم في ذلك، بالتعاون مع المنظمات الدولية في هذه الحالة، المنظمات الموجودة في ألمانيا وفي فرنسا. ولكن الأمر لا يخلو أن هذه المنظمات سواء المحلية أو الدولية لا تستطيع إلا أن كانت هي قد عانت من التعذيب أو أفراد منها عانوا من التعذيب بشكل مباشر أن تقوم بهذه الشكوى لوحدها. فهناك شجاعة الشهود الذين تقدموا بهذه الخطوة، وهي ليست خطوة بسيطة، هي الأساس. ولكن هذه المنظمات هي من رتبت الشهود، هي من جلبتهم أمام الشرطة طبعا بموافقتهم، ولعبت دور مهم في تسيير هذه العملية التي هي عملية الأولى. طب هناك من يرى، أستاذ علبي، هناك من يرى أن شخصية مثل أنور رسلان لم يتعب ربما يعني بالوصول إليها، هو من توجه إلى السلطات بنفسه وأخبرهم عن وجوده وما كان يعمله، ذلك بسبب تهديدات أتت إليه من النظام.
طبعا يعني هذه القضية والقضايا الأخرى كل قضية لها ملابساتها، ولكن ما نعرفه أن هناك شكوى تقدمت اتجاه هذا الشخص بشكل واضح، وهو كان متواجد في ألمانيا وتم إلقاء القبض عليه، والآن بدأت هذه المحاكمة. طبعا الملفت في النظر وما أثار الجدل أن هذا الشخص هو يعني عنصر سابق لدى النظام، مما أثار بعض النقاشات ضمن الأوساط السورية عن مدى أولوية مثل هذه المحاكمة، ولكن هذه المحاكمة برأيي لأنه منشق، يعني تقصد لأنه نعم. فكر ارتباطه مع النظام. نعم، ولكن الموقف الثابت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، والتغيير الموقف السياسي لا يعفي هناك ضحايا عذبوا في هذه الأفرع الأمنية، وإن كان هذا الانشقاق قد يشفع له في تخفيف الحكم، ولكن هو ليس يعني لا يعني قد يخفف فعلا الحكم بسبب ذريعة انشقاقه أو تركه للنظام. طبعا التعاون مع السلطات وإظهار الطرف الحسن لدى المتهم هي نقطة تؤخذ بعين الاعتبار عند النطق بالحكم، ولكن حتى لو أن هذا الشخص انشق، المهم في هذه المحكمة أنه سوف يتحدث عن النظام وما حدث لدى سجون النظام، ومن المرجح أنه سوف يعطي أسماء خيوط يعني. إذن يعني سيكون رأس خيط ربما للكشف عن مزيد من المتورطين. سيد حسن أنيفي، يعني تحدثنا عن الجانب التقني قليلا، ماذا عن الجانب الرمزي لمحاكمة كهذه؟ ما الرسالة التي يمكن أن تقدمها لجميع المتورطين مع النظام؟ وأيضا يعني موضوع كما تحدثت منذ قليل وقوف الضحايا أمام جلادهم في محفل علني للمرة الأولى، ما الذي قد يعنيه في الذاكرة السورية وفي الوعي السوري؟ الخير. أهلا بك. لا شك مسؤول اثنين من ضباط النظام ممن كانوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية له سابقة في غاية الإيجابية في سياق إحقاق الحق وإنصاف المظلومين. يمكن لهذه الحادثة أن تكون رسالة موجهة بالدرجة الأولى إلى النظام السوري وإلى حاشيته الأمنية التي نكلت بالسوريين، وهذه الرسالة فحواها أن المجرم لابد أن يحاكم ولو بعد حين. ثم إن هذه الرسالة نتمنى أن تنعكس إيجابا على مئات الآلاف من المعتقلين السوريين الذين ما زالوا يمكثون في سجون بشار الأسد، عندما يعلم جلادوهم وضباط المخابرات التابعين لنظام الأسد بأن العدالة سوف تطالهم، نتمنى أن ينعكس هذا إيجابا على أوضاع المعتقلين وأن لا يتمادى جلادوهم بالإمعان في قتلهم وفي تعذيبهم. ثم إن هذه الرسالة أيضا هي رسالة إلى المجتمع الدولي بالذات، يعني تؤكد للمجتمع الدولي عدالة القضية السورية وتؤكد مقدار الظلم الذي يعانيه السوريون. ولكن دعنا نقول أيضا من ناحية أخرى، يعني لا يوجد الآن مفهوم للعدالة بالمعنى المجرد، دائما العدالة مرتبطة بحيثيات المصلحة. ولو عدنا قليلا إلى الوراء، نحن نعلم أنه يعني بالنظام بشار الأسد لم يكن بدعة، وإنما هو كان استمرار لنظام أبيه حافظ الأسد الذي أسس للإجرام الممنهج منذ الثمانينيات القرن الماضي. وأقول في عام 89 كانت هناك ضغوطات شديدة على نظام حافظ الأسد آنذاك بسبب انتهاكاته الفظيعة لحقوق الإنسان، وكانت هناك جهود غربية نحو المزيد من الضغط عليه لمحاكمته، ولكن جاءت حرب الخليج الأولى وكانت منقذا له، إذ كان جورج بوش الأب آنذاك بحاجة إلى موقف النظام من أجل أن يحشد التحالف ضد العراق. هنا ما أريد استخلاصه من هذا الكلام أن دائما تحقيق العدالة مقرون بالإرادات الدولية التي مصالحها بعين الاعتبار. هل هناك إرادة يعني دولية الآن؟ يعني هل تعتقد أن يعني كل القرائن قد اجتمعت أمام النظام ويحاولون الآن إثارتها؟ يعني نحن نتحدث عن ملف الكيماوي الذي أثير، عن قانون قيصر على سبيل المثال، والآن عن موضوع الإخفاء القسري الذي يثار في أكثر من بلد أوروبي. هل تعتقد أنه قد حان الأوان لكي يتحرك العالم باتجاه العدالة؟ بالضبط أستاذة نور، دعينا نتحدث بصراحة مطلقة، يعني الآن الذي جعل الحكومة الأمريكية وعلى رأسها ترامب يعني توافق على تبرير قانون قيصر
هو الموقف الأمريكي من روسيا وإيران في الملف السوري. ونحن نعلم أن هذا التدافع بين الروس والأمريكان يراد منه، يريد الأمريكان المزيد من الضغط على الروس والمزيد من الضغط على الإيرانيين من خلال إحاطة نظام بشار الأسد بهذه الأدلة وبهذه الإدانات. نتمنى أن يستمر هذا الموقف، لأن الآن يعني الركن الأساسي للجريمة موجود، وهو ما حققته المنظمات القانونية سواء كانت حكومة الرايت فوز أو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، هذه كلها مكتملة. نحن بحاجة إلى إرادة دولية تنصف السوريين وتنصف الحق بآن واحد. يعني العمل موجود والدلائل كلها موجودة، وكما تفضلت يعني نحن ننتظر فقط ربما تحرك الدولي إلى جانبنا. أستاذ علبي، من اللافت اليوم يعني فيما جرى تناقله صحفيا عن الذين كانوا موجودين في هذه الجلسة هو ما قاله أحد أفراد فريق الدفاع، قال لا نرغب في إصدار أي بيان علني بشأن الاستراتيجية التي سنتبعها في الدفاع. يعني هذا يطرح سؤالا، كيف يمكن الدفاع عن متهمين بمثل هذه الاتهامات اليوم في سوريا؟ هل يمكن أن يكون هناك تيارات اليوم لأسباب سياسية أو غير ذلك في ألمانيا أو أي دولة أوروبية تحاول التبرير لهؤلاء أو تحاول التبرير للنظام فيما قام به؟ طبعا طالما أن الأمر الآن بيد القضاء الألماني فمن الصعب جدا التأثير سياسيا على هذا الأمر، لأن القضاء الألماني قضاء مستقل بالفعل وله مكانته حول العالم. ولكن يعني من حق محامي الدفاع أن لا يبوح بالاستراتيجية الواضحة بالنسبة له بخصوص الشهود الذين سوف يستخدمهم أو محاولة تبرير ما حدث أو محاولة إلقاء اللوم على طرف آخر أو محاولة التحدث بعدم علم هذا الشخص. هناك الكثير من الاحتمالات التي يمكن طرحها، ولكنها صعبة للغاية في هذه القضية، لأن هناك الكثير من الشهود. هذا الشخص كان في موقف قيادي، ويعني إن لم يكن ليعلم فكان من المفروض أن يعلم، لأنه في مركز قيادي في هذه الأفرع الأمنية. فمعركة الدفاع سوف تكون صعبة جدا، ولكن هذا الأمر هو ما سوف يجعل هذه المحاكمة محاكمة عادلة، أن الشخص هناك ادعاء وهناك دفاع، والحق سوف يظهر في النهاية عندما يعني إن نطقت المحكمة ب اتهام هذا الشخص بهذه الجرائم فسوف يذهب إلى السجن، والجميع مرتاح الضمير لأنه كان لديه محامي دفاع وكان لديه استراتيجية والأمر كان واضح. ولكن لا أرى للتدخلات السياسية تأثيرا في هذه القضية في الوقت الحالي. يعني هذا مبدئيا أمر مطمئن. يعني أود الحديث معك أيضا عن ناحية تقنية أخرى فيما يتعلق بموضوع المحاكمة. إذا كان هناك أحد يريد الادعاء وفق قوانين الولاية القضائية المتبعة اليوم في ألمانيا والتي يمكن أن يرفع فيها شخص دعوى عن شخص آخر حتى غير موجود ربما في ألمانيا، هل يمكن له أن يذهب ويحصل على نتيجة؟ هل يمكن أن يكون هناك ملاحقة ألمانية لهؤلاء الأشخاص عن طريق الانتربول أو يعني تحاول أن تضيق عليهم ربما حتى تحركهم في العالم؟ طبعا كما تعلمين أن هناك أيضا مذكرات اعتقال خرجت من ألمانيا بخصوص جميل حسن على سبيل المثال، ولكن يعني هذه الادعاءات هي ليست ادعاءات مدنية كما يقال قانونيا، هي شكاوى للشرطة، والقضية التي يحركها الرأي العام، عفوا يحركها الادعاء، فهي قضية حق عام يحركها الادعاء الألماني بناء على شكاوى من أشخاص، وهي ليست قضايا بين الطرفين، هي بين القضاء الألماني وبين الادعاء الألماني وبين المتهم. ولكن إن كان هناك أشخاص عانوا من جرائم معينة يعني قام بارتكابها أشخاص معينين، فالخطوة الأولى هي الذهاب إلى المنظمات السورية والمنظمات الدولية التي تعنى بهذا الأمر للتحدث معهم لفهم أين هو المتهم، ما هي نوع الجريمة التي ارتكبت، لأن هناك كثير من الأعمال التي لم تظهر إلى العلن إلى الآن التي تقوم بها هذه المنظمات. طبعا هذه القضية التي نتحدث نحن عنها اليوم استغرقت شهور بل سنوات حتى من العمل من المنظمات السورية من تجميع الأدلة وتجميع الشهود والذهاب إلى الشرطة، ومن ثم الشرطة رفع الأمر للإدعاء، ومن ثم الإدعاء التحقيق في الأمر ليتأكد أن هناك أدلة كافية، ومن ثم توجيه التهم وتحديد موعد. يعني هنا يعني هذه
هذه الأمور تستغرق أشهر أو سنوات في التعامل معها. ولكن إذا كان هناك أشخاص يعني تعرضوا لجرائم فظيعة من التعذيب أو الاختفاء القسري أو أيها من ضروب المعاملة المهينة، طيب، بإمكانهم التوجه أولاً إلى المنظمات السورية، نعم، والتي سوف تستطيع. طب أستاذ إبراهيم، من يعملون على ملفاتهم، هل لديك فكرة عن عددهم؟ يعني سواء المدعين الذين يبوحون الآن بأن لديهم أسماء يودون الادعاء عليها، وحتى سواء المدعى عليهم، يعني عدد الذين تحضر لهم ملفات ربما من أجل عرضها على القضاء. ليس لدي الرقم الدقيق بهذا الأمر، ولا أعتقد أن هناك حتى المنظمات الدولية أو أجهزة الشرطة أو المنظمات السورية تستطيع البوح بهذه الأرقام، لأن هذه الأمر هو جدا يعني سري للغاية، كون أن هؤلاء الأشخاص قد يتفادوا الذهاب إلى ألمانيا أو إلى دول أوروبية أخرى إن علموا أن هناك تحركات قانونية تجاههم. فالأمر أيضا يحتاج إلى استراتيجية، يحتاج إلى تجميع عدد الشهود في مكان واحد، تحديد الجرم الذي يصعب الالتفاف عليها أو التهرب منه مثل هذه الجرائم التي وجهت اليوم، يعني المبررات لها قد تكون معدومة، وبالتالي الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى استراتيجية في التعامل. نعم. سيد حسن النيفي، يعني أود أن أختم معك بهذه الفكرة. أنت كنت معتقلا لدى النظام لمدة 15 عاما، عندما ترى اتجاه نحو المحاسبة لأول مرة في التاريخ الحديث للسوريين بهذه الطريقة، ما الذي تشعره؟ يعني ما هو شعور المعتقل السابق تجاه هذا الأمر، وهل يمكن أن يدفعه إلى التحرك بدوره أيضا؟ يعني لا شك أن هذه المسألة تثير شعورا بالارتياح على المستوى الشخصي، لأنه يعني يشعر المرء بأن المجرم لن يفلت من العقاب. ولكن أعتقد قضية كقضية السوريين الآن وما يحصل، المسألة تتجاوز المسألة الشخصية وإنما تمتد إلى قضية عامة. يعني عندما نرى أي مجرم من مجرمي نظام بشار الأسد يمثل أمام العدالة ليحاكم على ما ارتكبه بحق السوريين، فهو شعور بانتصار وعدالة القضية السورية. إذن هنا الرمزية تعود إلى القضية السورية برمتها، وليست المسألة مسألة قضية شخصية. صحيح أن السوريين دفعوا ثمنا بالغا، ولا يوجد عائلة من السوريين غير مفجوعة سواء بمعتقل أو بشهيد أو سوى ذلك، ولكن هذه تضحيات السوريين بهذه الحالة هي تجسد القضية السورية. اليوم انتصار العدالة هو انتصار القضية السورية، وإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن نضال السوريين وكفاحهم ضد نظام الطاغية بشار الأسد هو قضية عادلة، ويجب على العالم بأجمعه أن يقف معهم ويوقف هذا الإجرام. نحن الآن نتحدث عن محاكمات تطال واحد أو اثنين بالصدفة وقعوا أمام المحاكم، ولكن المجرم ما زال يقتل، يعني الجريمة ما زالت قائمة ومستمرة بحق السوريين. ما نريد أن يعلمه المجتمع الدولي أن لا تلهين هذه المحاكمة، هي شيء مسألة إيجابية بل في غاية الإيجابية، ولكن توازيا مع هذه المحاكمة يعني نتمنى من المجتمع الدولي أن ينظر إلى الجريمة المستمرة، عليه أن يوقف هذه الجريمة المستمرة التي يمارسها نظام الأسد وحلفائه في سوريا. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي من غازي عنتاب السيد حسن النيفي، كنت معنا عبر سكايب، وأيضا الشكر لضيفي من لندن المحامي الأستاذ إبراهيم العلبي. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة سوريا اليوم.